اشتغلنا ريكورد للمحاضرة، هاي شير سكرين. هلأ بلشت تسجيل المحاضرة. تعال اليوم نبلش في الموضوع الأول اللي هو الشرح تبعنا. لا هذا الزوم، هذا كمان زوم. طيب هاي خلينا نروح عديه، هاي زيتونة، هاي 2020 1، وهي مادة OOD. تعال نشوف، نبلش على الليكتشر 1 اللي هي الـ 1 Dimensional Array. أو قبل ما أبلش فيها تعال نشغل النت بينز. هلأ البرنامج راح نشتغل عليه مين هو؟ النت بينز. هاي النت بينز طبعا الكل عنده النت بينز، ولا في حدا ما عندوش؟ اللي ما عندوش دكتور أنا راح، دكتور أنا راح من عند البرنامج، ممكن تحط اللينك؟ بحط لكم اللينك إن شاء الله أو هلأ ماشي بنهاية المحاضرة ذكرني، بحط اللينك على الشات بتنزلها أنت مباشرة. تمام دكتور، ما فيش إشكالية. هلا هاي النت بينز نشغلها. هلا واحد يقول لي انا عندي برنامج ثاني، عادي ما عندي اشكاليه، بس تذكروا امتحان المد وامتحان الفاينل راح والله اعلم راح نقدمهم في الجامعه اذا صدقت الوزاره او ضلوا على رايهم. بلاش نحكي اذا صدقت، اذا ضلوا على رايهم هو كل شوي برايهم. فهلا لما تيجي تمتحن في الجامعه راح تمتحن على برنامج النت بينز، فلازم تكون فاهم او تعرف كيف تشتغل على برنامج النت بينز على اساس تقدر يعني تقدم الامتحان. تعالوا نبلش. أذكركم كيف بدنا نبلش مشروع جافا. بروح على قائمة إما فايل بحكي له نيو بروجكت أو اللي هي هيها موجودة، هيها موجودة وين؟ هون هاي الدوسية الصفراء عليها الزائد هي نيو بروجكت. بقول له مثلا بدي جافا أبليكيشن. تمام، هاي جافا أبليكيشن. شو بدنا نسميه إحنا مثلا الدرس الأول تبعنا؟ بدنا نسميه ليسون، هاي ليسون 1 مثلا. أنا بحب أعطيه دائما تسمعي مثلا One Dimensional Array. انتبهتوا مثلا كيف أليك التسمية؟ هلأ تذكروا معي في البرمجة، في أساس عرف عند كل المبرمجين لا تستخدم سبيس ولا أي رمز خاص إلا رمز واحد في كتابة أسماء الفايلات، مين هو؟ الأندرسكور. يعني طلع معي في ستاندرد، في عرف، أنت حر تتبع العرف ولا تشد عنه. اللي بيشتغلوا سي بفصل بين كلمة، كل كلمة والتانية إيش بفصل؟ بأندرسكور. Lesson 1 One Dimensional Array Underscore. انسوا الأحمر اللي تحت هذا موجود لأنه الشعب اللي قبلكم شرحت لها One Dimensional Array فالطابق الاسمين. هلأ العرف إنه ما تحط سبيسز. واحد يقول لي ليش ما أحط سبيسز؟ ما لو حطيت سبيسز بيشتغل. هلأ دائما لما تشتغل على مستوى سيرفرات مش أجهزة عادية، السيرفرات لما يقرأ المسار بيقرأ لحد أول سبيس وبوقف. يعني لو مثلا انا هيك اسم مشروعي مجازا شطبت الاندرسكور هاي وحطيت محلها سبيس، يعني لسن 1 فراغ 1 دايمنشنال اري، بالسيرفر راح يقرا المسار بس هو لسن 1. اي شيء بعد السبيس شو بصير فيه؟ تم اهماله. عشان هيك صار عرف اللي بيشتغلوا سي شو بحطوا؟ اندرسكور. اللي بيشتغلوا جافا بدل اندرسكور شو بنحط؟ نحطش اندرسكور، نعمل بدايه كل كلمة بعد الكلمة الأولى إيش بنعملها؟ كابيتال لتر. يعني بالجافا هيك بسموه lesson 1 مثلا، lesson 1 dimensional array هيك تقرأ. أنا الأسهل إليك سويها. أنا مثلا متعود هيك أسميه، يعني كاسم فايل متعود أستخدم الأندرسكور، بس أكتب بالكود لما بسمي مثلا فاريبل من مقطعين ببلش بداية كل كلمة بعملها كابيتال لتر. الكلمة الأولى بتكون small letter، بعد الكلمة الأولى أي كلمة تليها بصير بدايتها capital letter. هذا عرف ولست مجبر على اتباعه، بس دائما إذا شديت عن العرف الناس بتبطل تقربك، بتصير تقول لك هذا بعجور عنه لأنه بغلبني مش فاهم شو قصده. ففي دائما عرف للناس إنه شو ينكتب وشو ما ينكتبش. تمام. طب والملاحظة الثانية خلال شغلنا بهذا الفصل، يعني أنا أشتغل أنت بتقدر تكون فاتح النت بينز وتشتغل معي، يعني وهذا اللي أنا بفضله. اللي بحب مثلا يتفرج خلاص هو حر. هلا أنا دائما عشان أشتغل بشكل منظم ومحاضراتنا متراكمة، يعني راح أشرح إشي اليوم، يعني اليوم بشرح مثلا نص الدرس تبع نص المادة المطلوبة، المحاضرة الجاية مش راح أرجع عيد اللي شرحته، يعني أكتب من أول جديد أكمل عليه، فلازم أكون عارف وين خزنت. فأنا دائما قبل ما أبلش وأشتغل كذا باجي بعمل هون براوز، بقول مثلا هذه اللي هي سكشن 1 الشعب اللي قبلكم، بقول لا يا عمي انا بديش اخزن بالسكشن 1، بدي اروح مثلا هاي الاو او دي مثلا. هون بدي اعمل فولدر جديده، يعني سوري هاي
الماوس عندي شوي بتغلب. هاي النيو فولدر جديدة، هذا سميها سكشن 2 اللي هي شعبتكم، تمام. هاي السكشن 2 بدي احط فيها كل شيء لكم، مثلا كشروحات ككذا، مثلا بتنظيم يعني. هلا هون بدي اجي اكمل اقول كمان عندي فولدر ثاني اسمها مثلا اكزامبلز، امثله، الامثله اللي شرحتها، تمام. فلا وبحكي له هون اوبن. هلا صار الموضح عندي هون انه انت بتخزن مثلا على الهارد ديسك تبعي، على اللوكال ديسك دي، على البارتيشن دي، بفولدر اسمها زج كذا 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 اكزامبلز. دائما الامثله تبعتكم انا بدي ارجعها بعرف وين مكانها. فدائما اللي بيشتغل صح، بيشتغل بروفيشنال، دائما بيحدد المسار صح. مش حزريه رمضان مره على ماي دوكيومنت، مره على الديسك، مره على الفلاشه، مره على الديسكتوب، مره كذا، لا غلط. واسماء المشاريع تبعتي لها معنى يدل عليها. انا بدي اشرح وان دايمنشنال اري، شو سميت مشروعي وان دايمنشنال اري، هيك دائما اللي بيشتغل صح. طيب هاي انشات المشروع تبعي وبعطي الجهاز وقته. دائما كقاعده ذهبيه البروجكت اكسبلورر هذا اللي هون هو بورجيك المشاريع المفتوحه. هاي مشروعنا احنا، طبعا كيف عرفت انه هاي مشروعنا؟ هذا اللي هو المظلل انا واقف عليه. هلا هاي مشروع الشعب اللي قبلكم، مثلا هذا بديش اياه وهذا بديش اياه. هذول الاثنين بديش اياهم، يعني دائما لا تخلي المشاريع مفتوحه لانها بتاكل من الرام، وتصير كل ما تشتغل الجافا يضل ايش؟ يشغل هاي المشاريع معك. فانا شو بسوي؟ باجي على هذا رايت كليك، شو بحكي له؟ كلوز، مش احكي له ديليتها، انت ما بدك تحذفه، انت بدك تسكره لانه ممكن ترجع له لقدام، فهذا كلوز. وهذا تبع الشعب اللي قبلكم برضه ايش بعمل له كمان؟ كلوز. فضل مفتوح عندي حاليا اثنين، اي لسن 9 اكزامبل 3 مثلا للسكشن 2، هذا لماده قبلكم. اي هذا كمان ايش؟ كلوز، ما خليت مفتوح عندي الا البروجكت الحالي المعني عندي. واحد بيقول لي طب انا راحت قائمه البروجكت من عندي او البيئه تبعت الجافا متغيره من عندي، تقدر تروح على قائمه ويندو، ايش تحكي له هون؟ ريست ويندوز، اللي هي اي شيء راح من البيئه برجع برجع لك اياه الجافا. يعني هي هيك رجعت بيئه الجافا كامله. انا مثلا بديش النافيجيتر، ها هاي باجي على النافيجيتر سكرته، بدي بس البروجكت مفتوحه، هاي بوقف على البروجكت على سبيل المثال. بدي اصغرها، هاي صغرها يعني ضلها موجوده هون بس ايش؟ سلايدبل يعني بتصير. طيب تعال نيجي نبلش هون نتذكر مع بعض اساسيات الجافا. اليوم انا بدي اراجع معاكم الون دايمنشنال اري، في حدا ما اخذهاش؟ طبعا في ناس من شعب تانية، انا لما اعطيت مبادئ البرمجه شرحتها، في طلاب بيحكوا لي احنا ما اخذنا الون دايمنشنال اري. على كل بغض النظر اخذتها او ما اخذتهاش، بدي اراجعها معك عشان اذكرك بتعليمات الجافا. تذكروا معي في البرمجه دائما انت لما تبرمج اللوجيك تبعك مبني كالتالي، انه دائما برنامجك فيه له انبوتس، بعد ما تاخذ الانبوتس ايش بتعملهم؟ بروسيس، معالجه. بعد ما تعالج شو بتسوي؟ بتعمل اوت بوت لاخراج البيانات. الواحد ممتاز، يعني دائما الكمبيوتر اي برنامج كمبيوتر في الدنيا دائما فيه له مدخلات راح تعطيه اياها، بدك تعالج هاي المدخلات، تحسب، تطرح، تضرب، تقارن، وات ايفر، واخر شيء تطبع النتائج للمستخدم، تورجي النتائج سواء على الشاشه او تخزنها على هارد ديسك او وات ايفر شو بدك. هذا اللي هي البروجرام سايكل، او خلينا نجي في دوره البرنامج تبعي لما اشتغل فيه. طيب دائما المدخلات والمخرجات هي بيانات. هلا عشان نفهم اكثر واكثر، تعال نوضح نقطه اساسيه. لو اجيت انت كبني ادم، انت كبني ادم ذكي جدا. لو قلت لك هيك كتبت، هاي هذا اللي شيء كتبت، شو انا كتبت؟ 5. انت كبني ادم ذكي بتميز مباشره انه الخمسه هاي ايش؟ رقم، وهي رقم ايش؟ صحيح. طب هل الكمبيوتر ذكي زيك؟ لا. الكمبيوتر اذا اعطيته 5 طلع شو ممكن يقول لك؟ ممكن يقول لك الخمسه هاي اللي انت كتبت لي اياها 5 انتجر او 5.0. شو يعني 5.0؟ يعني كسري. او ممكن ياخذها 5 يعتبرها 5 بين ابيستروفيز، او ممكن يعتبرها 5 كايش؟ بين دبل كوتيشن، او ممكن يعتبرها ترو. بقول لك كيف هذا؟ ما هو الكمبيوتر انواع البيانات فيه، انتوا اخذتوا انواع البيانات، انواع البيانات اما الارقام، في شيء اسمه انتجر رقم صحيح يعني لا يحوي كسور، او فلوت ودبل اللي هي الارقام الكسريه اللي هي 5.0، فممكن نعتبرها فلوت او دبل، او كاركتر اللي هو حرف من كم خانه؟ خانه واحده اللي هو الخمسه بين ابيستروفيز، او خمسه بين دبل كوتيشن. هذا شو بنسميه في البرمجه يا شباب؟ سترينج. سترينج
شو الفرق طب بين السترينج والكاركتر؟ الكاركتر كم حرف؟ حرف واحد. حرف واحد بس السترينج كلمة بتكون واحد. كلمة زي باسورد. يس. أكثر من حرف هو سترينج. الحرف الواحد هو كاركتر. طبعاً. طب ملاحظة تانية. شو الفرق بين لما أحكي بالعامية؟ بقول لك في إيش اسمه كاركتر. في إيش اسمه لتر. في إيش اسمه ديجيت. وفي إيش اسمه سيمبل. أريدك تميزهم. لما أحكي كلمة كاركتر لا تترجمها حرفياً بالعربي. الكاركتر معناها حرف. إحنا بنحكي بمجال الكمبيوتر. كاركتر أي كبسة على الكيبورد هي إيش؟ هي كاركتر. يعني الأحرف الأبجدية كل حرف منهم هو كاركتر. الأرقام من 0 إلى 9 كل رقم منهم هو كاركتر. الرموز الخاصة اللي هي symbols هي كاركتر. كل واحد منهم كاركتر. symbols اللي هي question mark علامة تعجب هاش الأقواس كذا. هاي شو بنسميها symbols. فالكمبيوتر فيه كاركتر اللي هو كل كبسات الكيبورد شو بسميها كاركتر. الأحرف الأبجدية بنسميها letters. الأرقام بنسميها digits. الرموز شو بنسميها symbols. هلا في خطأ شائع إنه بس أحكي كلمة كاركتر كمجال كمبيوتر نص الناس بفكروها إنه الأحرف الأبجدية. الكاركتر لا. الكاركتر معناته أي كبسة على الكيبورد هي إيش؟ هي كاركتر. الكمبيوتر مش ذكي زيك. لما تقول له قيمة حسب صيغة كتابتك إلها بده يفهم هو شو نوعها، لأنه ما عنده البديهة إنه الخمسة أصدق فيها رقم ولا كاركتر. فهمت علي؟ رقم صحيح ولا كسري؟ إيش بدك إياني أعاملها أنا ككمبيوتر؟ طيب بقول لي واحد طب ليش آخر إشي كتبت ترو؟ ترو اللي هو إحنا إيش بنسميه في الداتا تايب هاي أنواع البيانات؟ بوليان. 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 100%. طب ليش حطيتها ترو مش فولس؟ مين بقول لي الذكي؟ ترو فولس نفس الإشي عادي. لا لا هلا أتذكروا معي. الكمبيوتر اللغة الوحيدة اللي بفهمها هي الباينري اللي هي يا صفر يا إيش؟ يا واحد. يا واحد. هلأ في الكمبيوتر، في الكمبيوتر كباينري لانجويج فيش عندك إلا صفر واحد. صفر هي فولس. تمام. صفر بأي نظام أرقام سواء عشري هكساديسيمال أوكتا باينري صفر صفر فيهم كلياتهم. فدائما الصفر في الكمبيوتر هو فولس. أي قيمة غير الصفر هي ترو. فأنا خمسة لما دخلت الرقم خمسة، خمسة ليس صفر. فيعني هو لا يقول للصفر فهو ترو مباشرة. لو كنت مدخل الرقم، لو كنت الرقم اللي مثلا نفترضه أنا أدخلته للكمبيوتر قيمته زيرو من البداية كاتب زيرو، هون شو هاي راح أكون كاتبها أنا؟ هاي فولت. أي رقم غير الصفر إيش يعتبر كمنطق؟ ترو. بس الوحيد اللي بعتبره فولس اللي هو مين؟ الزيرو. فهمت علي شو الفكرة؟ هاي أنواع البيانات للتذكير فيها. طيب تعال أفهمكم كمان شغله. مثلاً تعالوا شوفوا ضل معي. مثلاً لو أجيت حكيت للكمبيوتر هاي البيانات أنا بدي أدخلها لازم أخزنها في الذاكرة في الرام، لأنه أي شيء بدي نفذ السي بي يو لازم يكون في الرام. لازم أفهم الكمبيوتر قديش يحجز وشو طبيعة البيانات اللي فيها عشان يعرف كيف يعالجها. فإحنا مثلاً لو بدي أعالج أرقام صحيحة باجي بحكي للجهاز بقول له احجز لي int x وباجي بكتب هيك. هاي شو معناها للكمبيوتر وإلك أنت كمبرمج؟ تعال عشان تفهموا معي. ها بدي هذا الزوم هلكني هذا البار. خليني احط هذه هون هي هذه هون وهي اكسل شيت. تعالوا بالله طلعوا معي بكل بساطه على الاكسل شيت هاي. لما احكي للكمبيوتر انت اكس هاي الرام، تخيل هاي قدامك هذه هي الرام تمام. الواحد اوكي طيب انت اكس هو موقع في الرام، شو قيمته المبدئيه راح يفترضه الكمبيوتر؟ دائما اي موقع في الرام لازم يحمل قيمه. شو قيمته المبدئيه للاكس راح يفترضها الكمبيوتر؟ مين بيقول لي؟ صار صفر. صفر او ربش داتا. واحد بيقول لي شو يعني ربش داتا؟ تعال افهمك شغله. هلا في الكمبيوتر طلع بالله معيني. ها خليني اعطيك مثال كالتالي. مثلا لو كنت انا بلشت في الكمبيوتر هيك قلت له int y تساوي 7 او تساوي 10 حطيتها زي وانسى اني كاتب هاي الجمله، اعتبر انه هاي الجمله ها مش موجوده. هلا هاي شو معناها؟ احجز في الرام عنوان، عنوان شو اسمه؟ واي. هلا لما صرحت له اكزاكتلي الواي تساوي 10 مباشره الكمبيوتر من البدايه شو بعطي موقع الذاكره؟ 10 10. طيب حلو. طيب عشان اثبت كمان فكره، اجيت قلت له الواي تساوي الواي ضرب 5
بضربها 6 بخمسة، بضرب العشرة بخمسة. يعني موقع الذاكرة واي يساوي قيمة الواي القديمة ضرب خمسة. تذكروا معي الفاريبل بيحمل كم قيمة يا شباب؟ قيمة واحدة. قيمة واحدة. يعني هلأ العشرة هاي راح تنشطب، هاي راح تنحذف، وقول له 50 هون. يعني هلأ قديش صارت قيمة الواي؟ 50. الفاريبل، الفاريبل له عنوان، مثلا هون الفاريبل عندي اسمه واي، في عنوانه في الذاكرة واي، ويحمل كم قيمة؟ قيمة واحدة. واحد. اللي هو حاليا قيمته 50. طيب ركز معي منيح، انتهى البرنامج. لما هذا البرنامج مثلا انتهى دعتيفهم، يعني انه سكرت الجافا، فعليا اللي بيصير في الرام لما ينتهي برنامجك بنحذف الريفرنس اللي هو عنوان الذاكرة وليس الفاليو. أجين ينحذف الريفرنس وليس الفاليو. يعني هلا في الرام اللي انحذفت فقط الواي، يعني هاي صارت فاضية، بس الخمسين شو مالها؟ ضلت. طيب شغلت برنامج داني، كنت كاتب له في البرنامج انت اكس، عرفت موقع في الذاكرة شو اسمه؟ اكس. هل اعطيته قيمة مبدئية؟ لا. هلا ممكن الكمبيوتر، ممكن ها، يعني في برامج كانت شغالة من قبل، بلش برنامج جديد تاني، لما يجي الكمبيوتر يحجز، اجى صدفة حجز العنوان اكس هون، فاكس اوتوماتيكلي ايش اخذت؟ اخر قيمة كانت مخزنة في هذا الموقع، ما هي الرام مقسمة كريفرنسز عناوين للفاريبلز وفاليوز لهم. فهلا هو لما اجى حجيت حجزت اكس وما صرحت له قديش قيمته، هلا بتطلع اذا هذا الموقع كان البرامج السابقة مستخدماه بخلي نفس قيمة الفاريبل هذا نفس قيمة القديم، يعني هلا الاكس قيمتها فعليا 50. اذا كان هذا الموقع من قبل ما فيه داتا شو بحط فيه؟ صفر. فعشان هيك بنحكي لحظة ما تحجز الفاريبل، يا اما اذا ما اعطيته فاليو، اذا ما اعطيت له قلت له يساوي كذا كذا، عندك احتمالين، يا ياخذ القيمة الديفولت اللي هي صفر للارقام، او ربش داتا. هلا واحد بيقول شو معنى ربش داتا؟ هذا اللي قدامك اسمه ربش داتا. يعني انا ما حكيت له بهذا البرنامج انه اكس 50، انا كان قصدي على البرنامج القديم واي اخذت 50. هلا الاكس اخذت ال 50 من الواي كربش داتا بنسميه. فدائما اذا انت مش متاكد انه راح تعبي قيمه الاكس مبدئيا لقدام من جمله قراءه كذا، ممكن للتاكيد على الكمبيوتر ايش اقول له؟ اعطيه قيمه مبدئيه صفر. هلا لما اكتب بهاي الصيغه لحظه ما حجز الاكس شو بتصير قيمه الاكس هاي هون؟ بشطب ال 50 وقديش بحط محلها؟ صفر. فاحنا عشان هيك دائما نعمل انيشيالايز. تذكروا معي الفاريبل لما تحجزه بيحمل كم قيمه؟ قيمه واحده. يعني لو هلا جيت حكيت له انا اكس تساوي 5 راح يشطب الصفر، راح يشطب الصفر وايش يحط محله؟ 5. الفاريبل بيحمل قيمه واحده سواء كان انتجر او دبل او فلوت او كاركتر او سترينج، دائما بيحمل كم قيمه؟ قيمه واحده. طيب هلا لاحظوا الناس خلال هم بيشتغلوا، مثلا مرات بيجيك برنامج خاص نص بقصص القوائم، واحد بيقول لي كيف يعني قوائم؟ يعني مثلا قوائم طلاب شعبه، قوائم ماليه، مشتريات، مبيعات، فواتير، قوائم لصيدليه. في عندك دائما في البرنامج في عندك اكثر من قيمه بدك تطبقها. مثلا نيجي نحكي رواتب، مثلا بدي 5 رواتب، بدي 10 رواتب. هلا في اكثر من طريقه للحل وكلهم صح، بس في حل بكون الاصح، او خلينا نحكيها بالعاميه، في حلول صحيحه ولكن غبيه. واحد بيقول لي كيف يعني غبيه؟ يعني لما بقعد ابرمج فيها بدي 20 ساعه وعبء علي في المقارنه، وفي حلول ذكيه. واحد بيقول لي طيب حلو حلو، فمثلا انا بدي اعمل برنامج يقرا 5 قيم، يقرا ايش؟ 5 قيم. واحد بيجي بيقول لي طب اسمعها كيف تقرا 5 قيم؟ اول وحده بيقول لي مثلا 5 قيم كسريات، فبقول لي بدي اعرفهم كسريات يا اما فلوت يا اما دبل. فبقول له دبل. في حدا بيعرف شو الفرق بين الفلوت والدبل؟ شو الفرق بين الفلوت والدبل؟ الفلوت التخزين اللي هي مساحة التخزين للدبل اقل من الفلوت. لا الفلوت دكتور الفلوت بتكون 4 بايت والدبل بتكون 8 بايت. 8 بايت واللي هو الاصح عشان اللي نسميها البريسيشنز الدقه. هلا الفلوت هو انتجر مضاف له كسور. الفلوت مثلا بغض النظر شو كان رقم الانتجر 1 2 3 هذا انتجر. هلا مش الكسور ده بدك تحط دوت. هلا عشان تفهم معي طلعوا مثلا بحط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. هلا هاي قيمه اذا خزنتها ضمن فلوت، ضمن فاريبل من نوع فلوت، اي شيء بعد الخانه السابعه بروح بنعمل له ترانكيت. يعني هذا الجزء ها كت،
يعني شوف الرقم كنت مكمل ل 16 خانة كسرية. اللي فلوت حجمه 4 بايت بس الدقة تبعته لحد 7 خانات. لحد كم خانة كسرية؟ 7. اللي بعد 7 شو بصير فيه يا شباب؟ بطير. بينما لو خزنته بدبل بوصل لحد 16 خانة، من 16 ل 18 حسب هو ماشين دبل يعني من جهاز لجهاز بتلف. بس دقته من، حتى في ناس بيقول لك من 14 ل 16، خلينا نعتبره 16، يعني باخذ كل الجزء الكسري، فبكون الدقه تبعته اللي بريسيشن تبعته شو مالها عاليه، بس بيحجز حجم 8 بايتس في الرام. تمام. هلا احنا عرفا لانه الرامات صار حجمها كبير وسعرها اختلف عن ايام زمان، ما نسالش كثير بحجم فاريبل دبل ولا فلوت. اذا كنت بتشتغل على سيستم محدود زي مثلا موبايل، زي مثلا كنترولر لغساله لمايكروويف بتبرمجه، هذول بتكون فيهم الذاكرة كثير محدودة، فلازم تكون دقيق إنه أعرف فلوت ولا دبل ولا انتجر ولا بايت ولا وات ايفر شو اللي بدك اياه. طيب تعال عشان نرجع لمثالنا، بدي أقرأ 5 أرقام. ففي واحد بيقول لي الذكاء حل الأول وهو صحيح، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر ايش 5، هاي هون نمبر ايش نمبر 5، هيك حجزت كم فاريبل؟ 5. قال له حلو. طيب ركز منيح معي، كم موقع حجزت في الذاكرة؟ 5. طب قديش كم بايت حجزت في الذاكرة؟ ال 1 دبل باخذ 8 بايت، 8 ب 5 يعني 40. ايوه. طب حلو، فلاحظ حجزت 5 مواقع. طب بدك تقراهم، عشان اقراهم تعرف سكانر، اقراهم من خلال الكيبورد مثلا. اذا اعرف سكانر، هاي سكانر العرف ايش نسميه يا شباب؟ العرف هلا انت بتقدر تسميه اكس، عطلة، حسنين، اللي بدك اياه سمي. انا العرف كل مبرمجين الجافا الجيل الجديد بسموا للقارئ دائما ايش بعطوه اسم انبوت، ويساوي نيو سكانر من السيستم دوت ايش دوت ان. هذا قارئ بسمح لي اقرا من الكيبورد قيم واحولها، فخلينا بالله ننسق الحيز بين الاكسل والهدول. هلا بنجي نحكي عنه، ركزوا بالله منيح معي. هلا هذا الحل انه عندي كم رقم؟ 5. طيب كيف بدي اقراهم؟ كل واحد حط رساله توضيحيه، مثلا انا بحب دائما عندي القراءه انه احط للمستخدم رساله توضيحيه. طبعا ضمنيا قبل ما اكمل، شو القيم المبدئيه لل N1 و2 و3 و4 و5؟ تجاوبوا 0.0 او ربش داتا. اذا كان في برامج محمل على الرام من قبل ومخزن داتا، ممكن هاي داتا وين تيجي؟ هدول. فالذكاء يا ما بعطيهم initial value أو أنا متأكد هلأ بعد ما أحجزهم راح أخلي اليوزر يدخل لهم قيم، فالربش داتا لو كان موجود ربش داتا إيش راح يصير فيها؟ راح تروح. طيب هلأ أنا مثلا دول له enter number هاي number 1. طيب دخل الرقم الأول، عشان أقرأ الرقم الأول شو بقول له؟ N1 تساوي، اقرأ من الكيبورد من خلال القارئ الكيبورد. طب ليش دائما بالقارئ لازم أصرح له بايت ولا فلوت ولا دبل ولا لونج ولا شورت ولا كذا؟ ليش؟ مين بيعرف ليش؟ عشان نفسه، عشان ميثود من نفس نوع الداتا تايب. يس. هلأ دائماً أي شيء بدخله على الكيبورد، يعني أنا مثلاً ما أكتب 10 الكمبيوتر دائماً بكون مبدئياً مفترضها إنها إيش؟ إنها إيش يا شباب؟ يعني ما أحطها هيك بين دبل كوتيشن سترينج، افترضها هيك سترينج. نعم. دائما اي شيء يعرض على الشاشه او يدخل من الكيبورد باي ديفولت العرف للكمبيوتر انه يتعامل معاه كسترينج. فاحنا القارئ ليش بنحكي له input dot next مثلا؟ هون طلع next، ايش بقول له مثلا؟ احنا بنقرا كسور، شو راح اقول له؟ دبل او فلوت. اذا بقرا ارقام صحيحه شو بحكي له؟ next ايش؟ انتجر. طب ليش بنصرح انه next دبل next انتجر next next؟ يعني المقصود لحد ما اكبس انتر، لما اكبس انتر خلاص يعتبر انتهى الادخال. فليش بنحكي له مثلا next double؟ ليش بقول له next double؟ على أساس إذا دخلت مثلا 10 ما يعتبر، مثلا دخلت 10.3، يعني لما دخل 10.3 هاي معناها بالنسبة للكمبيوتر مبدئيا لما أدخلها من الكيبورد هو string يتكون من 4 خانات، 1 و0 ودوت و3. أنا ما بدي تأخذها كstring، أنا بدي تأخذ هاي القيمة تأخذها كقيمة كسرية، فبيحولها من string لإيش؟ لدبل، وبيخزنها فين؟ فراح تتخزن في N1 قيمتها 10.3 على سبيل المثال لو انا كنت مدخل. هلا بعدين هيدا اجي هون كوبي، هيدا اقول له هون هي بيست 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 بيست. هلا هيك صار كم جمله؟ هي عشان يعني طلع عشان اكسب الوقت، دائما المبرمج الذكي ما برجع يكرر كوده، هاي قاعده.
هاي كم جملة طباعة؟ خمسة. كم جملة قراءة؟ برضو كمان خمسة. وأنا أقرأ N1 بعدين أقرأ N2 N3 sorry N4 N5. كم جملة قرأت؟ كم خمسة صار هيك عشرة. عشرة صار. اللي ذكي اللي بلش يفهم معي، لو قلت لك بدي برنامج يقرأ 100 رقم شو بدي يسوي المبرمج؟ بدي أعرف كم موقع في الذاكرة؟ نستخدم اللوب دكتور أسهل. استخدم اللوب. لاحظت طلع ها هاي مباشرة جاوبتوني قلتوا لي هذا اسمه غباء، مع انه حل صحيح يعني انا قرات خمس ارقام وبقدر اجمعهم واسوي صح، بس هذا الحل صح. يعتبر غبي. ليش غبي بعيد عنكم؟ لانه مثلا لو كان برنامج اقرا مثلا 100 رقم بنط واحد طنجره بعيد عنكم بقول ليه بكتب من ان وان لا ان مي والله طنجره. طب وبدي اقرا حط 100 جمله قراءه، طب نطيت قلت لك بدي اقرا 1000 رقم بدي اقرا مليون رقم، معقول تعرف مليون فاريبل في الرام؟ هذا اسمه غباء. فمباشرة قول لي لا يا عمي ليش عاد أقرأ خمسة، ولا الذكي بقول لي لا لا يا عمي ولا إيش أسوي؟ عرف لي كم فاريبل واحد مثلا إن اللي هو اختصار نمبر، قول لي طيب بقول بعمل حلقة دوران تكرار فور إنت الآي تساوي من واحد لحد الآي أقل من أو تساوي قديش الخمسة الآي بلس بلس. شو معنى هذا الكود اللي أنا كتبته؟ اعمل حركة حلقة دوران تلف كم مرة يا شباب؟ خمسة. خمس مرات. خمس مرات. بعد بالشكل التالي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لما يوصل عند ستة بكسر، لأنه اللوب دائما له قيمة بداية للعداد تبعه اللي هي واحد، وله الشرط التوقف إنه طالما إنه أقل أو أساوي الخمسة ضلك تلف، وكل ما تلف لفة زيد العداد تبعك بقديش؟ بواحد. تمام بقول لي واحد حلو، فمعناته هلا هون باجي بحكي له بيست لهاي مثلا هون عشان انت تشوفوا معي خلينا اعدلها هاي بقدر اجي احكي له هون انتر نمبر مش 1 مثلا بحكي له هون بلس اي. شو الفرق بين لما اجي احكي جمله الطباعه بين دبل كوتيشن وبدون دبل كوتيشن؟ بين دبل كوتيشن اطبعه لترال حرفيا زي ما هو، بدون دبل كوتيشن روح على موقع الذاكره اللي اسمه اي هلا هون انا عرفت اعطيني قيمته واعطيني القيمه يس. هون بقول له اقرأ بالنمبر 1 هلا هون طلع منيح معايا. هلا هيك هذا البرنامج بدل ما اكتب خمس جمل كتبت كم جملة قراءة او يعني رسالة توضيحية وجملة قراءة واحدة. طب لو اجي قال لي هلا بديش اقرأ خمسة بدي اقرأ مية، شو اللي بعت له بالضبط؟ اللوب 100. طب قال لي مليون هاي مليون، قال لي مليار هاي مليار، بس حجزت كم فاريبل في الرام؟ واحد. طيب. واحد. طبعاً. عشان أسألكم هلأ السؤال الذكي اللي هو على القوائم. هلأ مثلاً قلت لك اقرأ خمس أرقام اجمعهم اطبع لي الماكسيمم تبعهم اطبع لي الأفرج هذا مقدور عليه. طيب طلع بلا منيح معي ها. هاي الستة. يعني شغلت برنامجي. هاي بعض الجهاز. طيب. واحد هاي بلش. أول لفة كانت الآي واحد. دخلت الرقم الأول مثلاً 55 3. دخلت الرقم الثاني. هلأ انتبهوا منيح. هلأ هنا كموقع ذاكرة. هاي تعالوا طلع بلا معي هون. هلا بدي احكي هذا موقع الذاكره ايش اسمه ان اول ما بلشت كانت صفر او ربش داتا، بعد ما دخلت الرقم الاول هذا الموقع شو صار قيمته؟ هي والله امشوا معي حبه حبه 55 بوينت قديش 3 لفت الاي صارت 2 دخلت هلا هون اجيت قلت له مثلا 101 بالعشره لما اكبس هون تتغير بالذاكره ايوه الفاريبل بيحمل كم قيمه واحده فبعد ما صارت 100 وإيش؟ واحد يعني 55 شو صار فيها؟ قارب طيب ثواني بعد ما سويناها مثلا دخلت 5.6 بعد بكبس إنتر بشطب المية وشو بحط محلها؟ 5.6 5.6 بعدين طبعا أجي اللفة اللي بعدها مثلا 90.55 بشطب الـ 5.6 شو بحط محلها؟ 55 وهكذا. هلا طلعوا هلا شو بدي اسالكم سؤال الاخير. هلا مثلا حطيت مثلا 40 وكبست انت فبحط 40 بوينت. طبعا انا خلال ما كنت اقرا في اللوب مثلا اجمعهم بصير اجمع السم المجموع تبعه وازيد عليه وبطبع السم. هلا هذا بزبط لما انت دائما تستخدم فاريبل واحد وتحطه جوا لوب، لما يكون مطلوب منك انك لحظه ما تدخل البيانات تعالجها بلحظتها وانتهى. بس وين بتصير عندي مشكله؟ يعني بالعادة بالأنظمة دائماً الأنظمة كلها فيها قوائم، سواء أنظمة مالية أنظمة داتا whatever، يعني كمول نظام لمول يسجل المشتريات المبيعات،
دائما بيكون في عندك طلع لي قوائم كجامعة مثلا، طلع لي قوائم طلاب الشعبة علاماتهم، رتب لي اياهم تصاعدي، رتب لي اياهم تنازلي. طب انتبهوا منيح على مثالنا هذا، لو قلت لك بدي مثلا هذا البرنامج تقرا 5 ارقام تطلع لي مجموعهم، حلنا هذا منيح، انا بقدر احط السم جوا اللوب واخر شيء اطبع السم. هلا بعد ما جمعتهم اجيت طلبت منك قلت لك بعد ما تطبع المجموع ترجع بدي ليش بعد ما طبعت المجموع قلت لك ارجع اطبع لي الارقام اللي انت دخلتهم، تقدر؟ ما راح تقدر لانه ما فيش اري. ايوه، لانه انت ختمت الارقام بكم فاريبل؟ واحده بس. يعني هلا هون واحد بيجي واحد هيك واللي منتهيه هاي الارقام دخلتهم، انت دخلت 55.3 و195 و40 هلا وطبعت المجموع. هلا بعد ما طبعت المجموع نفترض انه انطبع المجموع هون، بدي ارجع اطبع هدول الارقام مثلا بترتيب تصاعدي، ما بتقدر. واللي واحد ليش بقدرش؟ بقول له لانه هدول كلهم كانوا يتغير يتخزنوا بكم فاريبل يا شباب؟ واحد وتتغير كل ما دخلت رقم جديد، عشان هيك او قيمة جديدة. كل ما دخلت رقم جديد بنشط بالقديم بنحط الجديد ايش محله. هذا الحكي بضبط لما تكون معالجة بياناتك لحظية. طب اذا بدك تعمل قوائم زي ما هو موجود بغالبية الانظمة العالمية، بدك تحتفظ في الداتا، يعني تعالجها بلحظة معينة، مثلا توجد المجموع الافريج الماكسيمم المينيمم، بضبطش هذا الحل. لأنه بعد ما توجد هذول راح ينطلب منك ارجع اطبع ليهم مثلا كمعلومات طلاب، بناء رتب ليهم على الرقم الجامعي، لا والله على الاسم، لا والله على المعدل، لا والله مثلا على تاريخ الميلاد. طيب اذا البيانات تبعتك اللي بتدخلها بدك تضلك محتفظ فيها لانه راح يصير عليها فلترة، طب شو الحل؟ تقول لي الحل معناته ارجع احجز زي ما اشتغلنا الطريقه الاولى، 5 فاريبل 100 فاريبل مليون، هذا غباء. شو اجت الجاب حلت هذا الموضوع؟ صارت تقول لك لما بدك تتعامل مع عده قيم لا تشتغل على مبدأ الفاريبلز، ولا صوت لك في الجافا وكل لغات البرمجة الثانية بدل ما أعمل فاريبل طلع شو بدي أكتبهم. اليوم بحكي عن الوان دايمينشنال أري، مثلا أنا بدي 5 قيم، بدل ما أحجز 5 فاريبل أو أحجز فاريبل واحد وحطه جوا لوب، الفاريبل واحد وحطه جوا لوب صح إذا المعالجة آنية، بس إذا في قوائم لقدام رتب تصاعدي تنازلي ارجع اعرض للداتا دخلتها بضبط الشبكة. سوت الجافا كالتالي، مثلا أنا بدي أحجز مثلاً 5 أرقام صحيحة، فبديش أحكي int number 1 و number 2 و number 3، حكيت int وبدي أحجزهم كأري. الأري بتقدر تعطيها الاسم اللي بدك إياها، x, y, z، عطلة، حسنين، حر، بس راعي آلية التسمية لشروط الجافا. الجافا دائماً أو لغات البرمجة دائماً لما تسمي identifier اللي هو كvariable أو اسم method أو اسم class أو whatever اختراع الشروط إنه كله أحرف أبجدية أو أرقام، مسموح في الجافا بس رمزين خاصات اللي هم الاندرسكور والدولار ساين، هاي الشرط الاول. يعني ممنوع السبيسز، ممنوع سبيشال كاركترز الا الاندرسكور والدولار ساين، هاي الشرط الاول. الشرط الثاني يجب ان يبدا اسم الفاريبل بحرف ابجدي او اندرسكور فقط، ممنوع تبلش اسم الفاريبل برقم، لازم يا حرف ابجدي يا اندرسكور، وما يكون كلمه محجوزه. يعني ما تقول له والله اسم الفاريبل تبعي اف او فور او وايل، لازم مش من الكلمات المحجوزه. طيب هلا انا عرف عنا اللي بيشتغلوا في البرمجه الاري دائما شو بنسميها؟ اي ار ار. هلا بقدر اسميها اكس واي حسنين عطله. هلا دائما احنا نعرف بين عرف هذا ولست مجبر على اتباعه، بس الافضل انك تمشي عليه. مثلا انا بدي اعمل اري باسماء الطلاب، شو بسميها؟ مثلا ستودنت اي ار ار. لاحظتوا كيف مبدا التسميه في الجافا؟ في الجافا ما نحطش اندرسكور، ممنوع احط سبيس، ها بالسي بنحط اندرسكور. في الجافا شو سويت؟ ستودنت اي ار ار، اختصار كلمه ستودنت اري على سبيل المثال. هلا انا يعني للاشاره بالموضوع، الاري دائما عرف انك ايش تسوي تسميها اي ار ار. هلا اذا وقفت لحد هون طلع ظلم عيني، اذا وقفت لحد هون هاي شو معناها؟ معناها عندي عنوان في الذاكره شو اسمه؟ اي ار ار. يعني هون بيجي الكمبيوتر بشطب الان وشو بحط محلها؟ اي ار ار، وهذا عنوان في الذاكره مهيئ يؤشر على كم قيمه واحده. هذا ما اسموش اري، هذا اسمه فاريبل. طيب بقول لي واحد طيب طلع والله معي هون، لو اجيت حطيت براكتس هيك، هلا هاي ضمنيا صار معناها في عندي عنوان في الذاكره اسمه اي ار ار، وهو مهيئ ان يؤشر على اكثر من قيمه من نفس النوع. بقول لك كيف 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 طلع والله معي هون. لو اجيت كملت هون قلت له يساوي نيو انت 5،
واحد بيقول لي ايش هذا؟ بقول له هيك انا عرفت اري عنوان في الذاكره ايش اسمه ARR مهيئ انه يؤشر على كم قيمه من نوع انتجر، على كم قيمه يا شباب؟ خمسة. كيف اتخيلها في الميموري؟ يعني طلع معي الفاريبل مثلا، كان عندي فاريبل اسمه اكس، اكس فاريبل يؤشر على قيمه واحده، فاكس بتساوي قيمتها 101. طيب الاري تعالوا شوفوا معي، خلينا نكبر الاكسل عشان تتخيلها. الاري هي عشان بالله تشوفوا معي، هي هون بسميها ARR، في عندي عنوان في الذاكره شو اسمه؟ ARR. هاي خلينا احط له بالله اطار عشان يبين معاكم. هاي هون له اطار، وهون طلع بالله منيح معي. هذا بنسميه ريفرنس فاريبل، يعني طلع كده حط لك يا ريفرنس فاريبل عشان تفهمه. هو عليه مؤشر، هاي حط لك هون زي سهم يؤشر على كم قيمه، على خمسه. دائما الاري اللوجيك تبعها مبني انه الاري عباره عن خانتين عمودين، اندكس وايش؟ وفاليو، فاليو عفوا، فاليو بهذا الشكل. طيب وهون عشان تشوف معي، هي واحد اثنين ثلاث اربعه، هي خمسه. هدول خلينا ارجع تبويب هون، هدول خلينا احط لهم اطار عشان تفهموا معي. هلا الاري تبعتك بهذا الشكل، خلينا ارجع الاكسل هون. لما احكي له انت اي ار ار عندي عنوان واحد مش خمس عناوين، كم عنوان عندي؟ واحد. ايش اسمه؟ اي ار ار. هذا مهيئ انه يؤشر مش على قيمه واحده زي الفاريبل، مهيئ انه يؤشر على كم قيمه؟ على خمسه، بحيث انه عرف في كل لغات البرمجه. الاري الاندكس ببلش من موقع صفر، موقع واحد، موقع اثنين، موقع ثلاثة، موقع ايش؟ أربعة. من صفر لأربعة يا شباب كم واحد؟ خمسة. واحد بيقول ليش خمسة؟ لأنه قلت له السايز للأري تبعتي كم خانة؟ خمسة. كل واحد منهم مبدئيا قيمته على الأكيد، مستحيل الأري يجي فيها ربش داتا. الأري دائما أوتوماتيك للجافا شو بتسوي لها؟ بتصفرها. يعني هلا عندي عنوان في الذاكره اسمه ARR متاح، مسموح له يؤشر على كم قيمه يا شباب؟ على خمس قيم. وكم ريفرنس لهم؟ واحد. معي لحد هون؟ تمام. طيب اذا حدا عنده سؤال يسال. طيب بقول لي واحد حلو، حلو. بقول لي مثلا لو كان عندك فاريبل مثلا هون طلع والله معي، لو كان عندك الفاريبل زي ما حكينا قبل شوي انت اكس، هل تكون قيمته المبدئيه صفر او ربش داتا؟ لما اجي احكي له هنا اكس تساوي مثلا 101 او هو 101 بصيرش احكي هنا، خلينا اقول دبل. تمام؟ بهذا الشكل. هاي شو معناها؟ هاي هيك بتشوفها في الرامي، انه عندي اكس فاريبل بيحمل القيمه 101. فاكس بيحمل كم قيمه؟ واحده. طب واحد بيقول لي طب كيف الاري بدي اعبي فيها قيمه؟ الاري لما بدك تعبي فيها قيمه بقول لي طب اكتب ARR تساوي مثلا 10. طبعا مباشرة لما كتبت هيك لاحظت انه الجافا شو اعطتني؟ خط احمر. خطأ. خطأ. ليش خطأ؟ الكمبيوتر قاعد تطلع. في ناس بقول لي يعني هاي معناها الي انا كبني ادم معناته كل عناصر الاري 10. هذا البني ادم افتراضه. في واحد بيقول لك لا لا يا عمي هذا المقصود اول موقع في الاري 10. واحد ثاني بيقول لك لا 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 يا عمي اخر موقع في الاري قيمته 10 والباقي صفر. هذا الحكي خطأ. الكمبيوتر لا تخيره، لما تخير الكمبيوتر علق وقف. الكمبيوتر لازم يكون كل شيء في موضح له تماما، مين بالضبط من الخمسه ياخذ 10؟ طلع لي شو بكتب. لو كتبت له ARR 2 تساوي مثلا تساوي 17. هلا هاي شو معناها؟ هاي الجمله صحيحه. هاي معناها بالنسبه للكمبيوتر، يا كمبيوتر روح على عنوان الذاكره ايش اسمه؟ ARR. هاي الARR هيها هون، هذه الARR. طيب بالضبط أني خانة من تبعون الـ ARR الاندكس تبعها 2، يعني هي ليست ثاني خانة، هي هاي فعليا ثالث خانة، لأن أول خانة صفر، الثاني واحد، ثالث خانة قديش الاندكس تبعها؟ 2. اللي صمموا الأري دائما بتبلش الموقع الأول من خانة صفر. تمام؟ فروح على الموقع 2، الموقع 2 اشطب الصفر قديش حط محلها؟ 17. لاحظ الاري لما بدك تتعامل معها مش بس اسم الاري والاندكس بدك تعطيه عشان يعرف وين يعبي. طيب مثلا لو قلت له بدي اعبي الخانه الاخيره شو بقول له؟ اي ار ار قديش؟ اربعه. يعني روح على الاندكس الرابع، يعني روح على الاي ار ار على الخانه الرابعه هي هون مثلا تساوي مثلا 25. فلا هاي شو صارت تحمل؟ هون 25. طيب بدي اعبي الخانه الاولى، طلع شو بكتب؟ ARR 1 تساوي مثلا 6. هاي راح تتمثل في الرام وين؟
مش بالخانة الأولى هاي، لأن أنا إيش قلت له روح على الأي آر آر على الإندكس واحد، يعني أنا هيك عبيت الثاني صار ستة. إذا بدي أعبي الأولاني يا شباب شو بحكي له؟ أي آر آر إيش؟ زيرو تساوي مثلاً بحطه أنا مية. أي آر آر زيرو مية يعني روح على الأي آر آر على الموقع صفر، تعال هون على هاي بحكي لي مية، أي مية. طب ضلت آخر واحد بدي أعبيها اللي هو الموقع الرابع، الموقع الرابع اللي هو أي آر آر قديش؟ ثلاثة تساوي مثلاً 77 مثلاً حطت فيها، بروح على الـ ARR، هاي الـ ARR على الموقع 3، هاي 3 هون، شوف يجي بحط هون 77، هيك عبت الـ ARR. طب ثواني ثواني، يجي واحد بقولي طب اسمع اسمع، قولي لو أجيت حكت له ARR 5 تساوي مثلاً 80، واللي طلع الجافا ما اعترضت، يعني لاحظ الجافا هلا عطتني خط أحمر؟ لا، هذا ما اسمه، هلا لما تعطيك الجافا خط أحمر هذا اسمه syntax error، يعني كتبت صيغة خاطئة. كيف صيغة خاطئة؟ مثلا هون اجيت شطبت السيمي كولن مباشرة، شو اعطاني تحت منها؟ احمر. هذا سنتكس ايرور. صيغة الجافا لما تكتب ايش لازم تنتهي كل تعليمه بسيمي كولن، تمام؟ طيب هذا اسمه لوجيكال ايرور. واحد يقول كيف لوجيكال ايرور؟ لما اعمل اف 6 هلا كصيغة كتابة ما في اي شيء خاطئ. هاي اجي هون هاي اف 6 او لا هي شغالة بس انا مصغر الاوتبوت تحت، مباشرة أعطاني logical error. واحد يقول لي شو الايرور اللي أعطاني إياه؟ شو قال لي هون الكمبيوتر؟ قال لي array index out of إيش؟ bound. شو bound؟ bound حدود. out of bound يعني أنت قلت لي يا كمبيوتر لما عجيت على هاي الجملة على آخر جملة قلت لي روح على عنوان ذاكرة اسمه ARR، هاي رحت على ARR أنا ككمبيوتر، قلت لي روح على الindex قديش قيمته؟ 5. طب أنا ككمبيوتر أجيت عندي الindices جمع index indices، الاندكس رقم 5، فيش عندي اندكس رقم 5، فشو الجافا قالت لي؟ هذا اسمه لوجيكال ايرور، انه انت بتقول لي اروح على اندكس 5 اللي هو هذا يعتبر اوت اوف ايش؟ اوف الباوندز، حدود الاري هاي تبعتي، عندي الموقع من 0 لكم؟ لأربعة مش لخمسة، إذا من 0 لخمسة يعني هاي 6 خانات، وأنا لما عرفت الاري، لما عرفت الاري هون، قديش قلت له حجمها؟ 5. فهمتوا معي كيف؟ فأنت دائماً الفكرة اللي بدي إياك توصل لها إنه الأري هي عنوان واحد في الذاكرة، ولكن مهيئ مش يأشر على قيمة واحدة زي الفاريبل، إنما على عدة قيم. فهلا أجيت قلت لك بدي 10 قيم، شو بتسوي؟ بتقول لي بدال 5 قديش؟ 10. بدي 100 هي 100، بدي 1000 هي 1000، بدي مليون هي مليون. هو ريفرنس واحد يؤشر على إيش؟ على عدة قيم من نفس النوع. أهم ملاحظة يا شباب تذكروا أن الأري دائماً عناصرها من نفس إيش؟ من نفس النوع. طب رد واحد بقول لي حلو حلو، يعني لو بدي أقعد أعبي الأري بدي أعمل 5 جمل زي هيك، بقول له آه. بقول لي طب لو الأري 100 بدي أعمل 100 جملة زي هيك، بقول له أعمل 100 مع الأري. أيوه، طلعوا الفكرة الذكية. لما بدك تتعامل خانة خانة في الأري، يعني بدك تتعامل مع خانة واحدة، اكتب اسم الأري والإندكس اللي بدك إياه. لما بدك تتعامل مع كل الأري الذكي بتطلع، بقول لك عمي الانديسيز الاندكس تبع الاري دائما ببلش من قديش؟ من صفر، وبنتي اخر اندكس اللي هو نفس حجم الاري ناقص واحد، يعني حجم الاري 5 لحد اندكس 4، حجم الاري 100 لحد اندكس قديش يا شباب؟ 99 100%. الذكي بقول لي طلع من ماشي بالتسلسل 0 1 2 3 4. طيب بقول لي واحد طيب، بقول له بدل ما تقعد تعبي الاري بايدك هيك يدويا، هذا صح يعني مش انه غلط. بقول له واحد آه، بقول له أنا ما بعمل زيك هيك، ولا بقول له طلع بدال ما أحط 5 جمل، طلع شو بدي أسوي؟ بعمل فور لوب. دائما لما بدك تتعامل مع الريكا كل اعمل فور لوب، يمشي من أول إندكس اللي هو صفر لحد الآي أقل من حجم الأري ناقص واحد. بقدر أحكي له أقل أو تساوي 4، أقل أو تساوي هيك أحكي له 4، يعني يمشي من صفر لأربعة، أو في واحد ذاك يقول له من 5 من 5، مش أقل أو يساوي 5، لأنه بحكي الانتجر اللي أقل من 5، مين هو الانتجر الأقل من 5؟ اللي هو ضمنياً مين هو؟ 4. طيب الآي بلس بلس الثنتين سيمو سيمو يعني معي؟ وهي بيجن وين دي لها؟ في حدا بيسأل ولا أكمل؟ كمل كمل. طيب هلأ أنا كرسالة توضيحية طلع شو بكتب للجهاز، ده له system.out بس مش print line، print من ناحية جمالية عشان أفهمها فيها.
لو اطلع حرفيا اي ار ار بريدكت انا بين دبل كوتيشن ابني جيل هالاي والله اللي عنده المايك بخرفش يسكر المايك والله بعدين ادمج دبل كوتيشن نقطتين بهذا الشكل. هذا واحد بيقول شو هاي، هاي جمله طباعه تطبع حرفيا اللي بين دبل كوتيشن اللي مش ضمن دبل كوتيشن اللي هي الاي بيطبع قيمه موقع الذاكره اي. واللي واحد طيب وحطيت برنت وليس برنت لاين من ناحيه جماليه فقط عشان انه يطبع ما ينزل المؤشر لتحت، يضل المؤشر جنب الجمله. قلت له روح على الاي ار ار في الاي الحاليه، الاي بتبلش صفر يعني اي ار ار في الزيرو، بعدين بتصير واحد اي ار ار في الواحد. بدي اقرا من الكيبورد بقول له انبوت انبوت دوت، تذكر اي شيء يدخل على الشاشه او من خلال الكيبورد هو سترينج. طب الاري تبعتي نوعها انتجر، وما بقول له خليها زي ما هي، بقول له اللي مكتب على الشاشه حوله لايش؟ لانتجر. قبل شوي كنا نستخدم دبل لانه كان نوع الفاريبل ايش؟ دبل. هاي هون بهذا الشكل الواحد طيب، ولا هلا طلع منيح هون بس سويت هاي، لا بس اعمل اف 6 رن. خلينا اوسع الشاشه، شو كتب لي هون؟ اللي هو اي ار ار اف 2 وفي الزيرو، مؤشر الكتابه وين جنبها. قلت له هون مثلا 10، هلا بروح على موقع الذاكره الاي ار ار على الاندكس 0 بكتب كم؟ 10. خلصت اللفه الاولى صارت اي ار ار اوف مين؟ الواحد مثلا 15، مثلا هون 20، هون مثلا 105، هون 106. واحد بيقول لي هلا باخذ اي ار ار اوف الخمسه، لا بقول له انا اوريدي قرات خمس قيم اللي هم من اندكس 0 لكم؟ لا 4. هلا بس كبس انتر انتهى برنامجي، قرات خمس قيم بكم فاريبل؟ واحد بس مش نوعه فاريبل عادي، هذا ايش نوعه؟ اري. طب واحد بيقول لي طب شو الفرق بينه وبين البرنامج اللي قبل؟ قال له الفرق كبير، البرنامج اللي قبل يضل هون الفاليو محفوظ. ايوه يعني البرنامج اللي قبل قلت لك اقرا خمس قيم واجمعهم واطبع لي المجموع، كانت ماشي الامور، بس بعد ما طبعت المجموع قلت لك ارجع اطبع لي اياهم بترتيب تصاعدي او تنازلي او حسب ما دخلتهم، ما بتقدر. بينما هون لانه الداتا لسه محفوظه في الرام، شو بتقدر تسوي؟ تقدر ترجع تطبعها وترتبها تصاعدي تنازلي وتزيد عليها وتنقص منها زي ما بدك. لانه فعليا غالبيه الانظمه 99% من الانظمه اللي راح تشتغل عليها راح يكون فيها مبدا قوائم، مبدا ليستات اللي هو احنا بنسميه ايش؟ الري. فبدك تضطر تحتفظ في الداتا وتزيد عليها تنقص منها تعدلها كذا كذا ترتبها تصاعدي وتنازلي. فبدل ما عاد احجز 20 فاريبل و50 فاريبل و100 فاريبل بحجز كم فاريبل؟ واحد بس. ايش نوعه؟ الري. تعالوا شوفوا معي بالشرح تبعنا وين راح نسيت الشرح تبعنا. خلينا نشوف هاي الزوم وين الثاني، هي هون طلع بالله معي هون. هاي الشرح اللي اعطيتكم اياه اللي حطيت لكم اياه، تعالوا شوفوا بالله معي منيح هون عشان تفهموا انتم معي اكثر. احنا الزوم يم حظ هذا. هاي هون طلع بالله معي كمثال، هاي الاري هلا برجع بحكي عنهم. هذول مثلا هون حكيت له انت اي ار ار 1 براكت تساوي نيو انت 4، حجز كم موقع؟ 4 مواقع اللي هو من 0 ل 3، واعطاهم قيم مبدئيه كلهم ايش؟ اصفار او كاركتر. كاركتر مش معناه حرف ابجدي، اي كبسه على الكيبورد هي كاركتر. اي ار ار 2 تساوي نيو تشار 3، حجز كم موقع في الذاكره؟ 3 من 0 ل 2، وقيمتهم المبدئيه مش اصفار يا شباب، ايش قيمتهم المبدئيه؟ ابيستروفيز متلاصقات، هاي مش دبل كوتيشن، انا بنسميه امتي كاركتر. لو حكيت له دبل 5 هيهم هيك. طب لو قلت له سترينج 4 مثلا هيك بهذا الشكل اللي هو من 3 خانات، يعني 0 1 2 وشو محتواهم؟ دبل كوتيشن متلاصقات، هذا امتي سترينج. او 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 ممكن لما احجز الاري، لما احجز الاري احجزها واعطيها قيمه مبدئيه، اقول له مثلا انت اي ار ار 5، عندي موقع في الذاكره اسمه اي ار ار 5، شو قيمه المبدئيه؟ مش صفر مش اصفار، الخانه الاولى 5، الاندكس اللي هي الخانه الثانيه بالاندكس 1 17، بالاندكس 2 3، بالاندكس 3 قديش؟ 10. معي يا شباب؟ هاي امثله عليها عشان تفهموها. في حدا عنده سؤال؟ طيب دكتور بس تسال سؤال. اسال. هسه الاولى شو اسمها والثانيه شو اسمها؟ بتذكر انه لهم اسم. الشيء الاولى دكتور الاولى اسايمنت، الثاني ذكرين انلايزيشن. ها هون بنحجز، يعني خلينا نحكيها بالعاميه. في واحد حاطط المايك يا شباب يبعد عنه او يحط حاله موت.
هلا الاري، هلا انت الاري زي هذا الفاريبل، ممكن احجز فاريبل بدون ما اعمل له انيشلايز، يعني ممكن انا اطلعه في البرمجه هون، ممكن اجي احكي انا هون لما اجي احجز فاريبل، ممكن احجز الاكس هيك، انا حجزت الاكس وما اعطيتها انيشال فاليو، فاكس تساوي صفر او ربش داتا، او ممكن اجي احكي له مباشره الاكس تساوي 5، انه لحظه ما حجزتها شو سويت؟ اعطيته قيمه. هلا لما احجز الاري بهذا الشكل اني حجزت الاري وما اعطيتها انيشال فاليو، فعلى الديفولت لانها ارقام بعطيها صفر، او ممكن اجي احجز انت مثلا الاري بدي اسميها اكس مجازا، او بلاش اكس خلينا نسميها ARR2، واقول له بديش تاخذ القيم الديفولت، بدي تعبي فيها كالتالي مثلا 7.9.1.-1. هاي ضمنيا شو بتفهم معناها ضمنيا؟ انه انت هون انت ARR2 طبعا عشان يفهم منها الري ايش لازم احط له براكتس لها، هون ضمنيا فهم انه يحجز انتجر الري من 4 خانات. واحد بيقول لي كيف عرفت انهم 4؟ بقول له لانه كم قيمه بين 2 براكتس بيناتهم فواصل؟ كم قيمة؟ 4. والموقع الأول في الأري راح يكون قيمته 7، الموقع الثاني 9، الموقع الثالث 1، الموقع الرابع قديش؟ -1. فهنا إنه حجزت أري بدون ما أعطيها إنيشال، يعني ما عملت لها إنيشاليزيشن، ما أعطيتها قيم مبدئية، أو لحظة ما حجزتها أعطيتها قيم شمالها مبدئياً، اللي هو بنسميه assignment هنا، إنه أنا عملت assign لقيمة، حطيت قيمة جوا الموقع الذاكرة، زي لما أحجز X أو X تساوي 5. نسمي عملنا له initialization، عطينا قيمة مبدئية، أو حطيت عملت assign لx مثلا، حطيت 100 لx، هاي نسميها assignment لx، إنه حطيت 100 جوا x. فأنت لما بتحجز الأري عندك خيارين، يا بتحجزها فاضية أو تأخذ القيمة الديفولت، أو لحظة ما تحجزها بتقدر تعطيها إيش القيم اللي بدك إياها. وصلت الفكرة؟ تمام. طيب تعال، في حدا عنده سؤال إشي؟ طيب تعالوا نشوف، احكي لكم ميزه حلوه في الجافا عن لغات البرمجه الثانيه. هلا هاي خلينا اشطبها، هاي بدي شيء خلينا اشطبها، هاي شوف. هلا في الجافا، في الجافا طلع بالله معي، لما بدي اعرف اريز في عندي عده خيارات، مثلا طلع كيف بدي اكتب، بدي اجي اقول هون مثلا دبل، اذا كتبت مثلا اي ووقفت، هذا ايش بحجز؟ فاريبل. الفاريبل بيحمل كم قيمه؟ قيمة واحدة. طب لو كتبت هيك شو ضمنيا معناها هاي؟ احجز عنوان في الذاكرة اسمه ايه، هذا من نوع الري، يعني ممكن يحمل اكثر من قيمة. طيب قول واحد حلو. طيب ممكن الطريقة الاولى اللي هي الاسلس دائما للتعامل، انك لحظة ما تحجز الري تعطيه حجمها، او ممكن اجي احكي له هون، ارجع بعد ما حجزت الاي ارجع احكي له اي تساوي نيو دبل، وحتقول لي ليش كتبت دبل؟ دائما تذكروا معي، انت بتحجز ريفرنس اسمه ايه نوعه دبل، الدبل دائما وهي يؤشر على دبل فاريبلز، فانا بقول له 4. هاي شو معناها؟ عندي عنوان في الذاكره اسمه ايه، وهو مهيئ يؤشر على اري، يعني كاري ريفرنس، وبحمل كم قيمه؟ 4 من نوع دبل. دائما نوع الريفرنس، نوع عنوان الذاكره، لازم يكون نفس نوع الداتا اللي تحملها. فلاحظ الاري هاي نوعها انتجر، شو الفاليوز الخمسه اللي راح يحملها برضه ايش بيكون نوعهم؟ انتجر. لو كانت سترينج هذول برضه ايش بيكونوا هون كمان؟ سترينج. يعني الريفرنس لازم يطابق نوع الفاليو اللي يأشر عليها، هاي قاعده في كل لغات البرمجه. هلا في الجافا عندك طريقتين لما تعرف الاري، اما بتعرف عنوان الاري وبعدين بتعطيه حجمها، او اذا انت عارف حجم الاري مباشره احجزها بحجمها. طب واحد بيقول امتى نستخدم هاي وامتى نستخدم هاي؟ والتنتين صح يا شباب. هلا طلع كالتالي، اذا كان حجم الاري من البدايه معروف، من البدايه معروف، احجزها مباشره بسطر واحد زي ما انا كاتب هون معي، احجزها بسطر واحد. طب اذا كان حجم الاري مش معروف، واحد بيقول لي كيف يعني مش معروف؟ يعني ابسط مثال، عندي اري اولى مثلا فيها 100 رقم، بقول لي طيب فانا عارف اوتوماتيكلي قديش الحجم 100، طلبت منك كبرنامج قلت لك روح على الاري الاولى وطلع لي كم رقم زوجي فيها وحط لي اياهم في اري جديده، تقدر تحدد من البدايه كم عدد الارقام الزوجيه؟ حدا يجاوبني، تقدر في حدا ذكي منكم بيقدر يحددها؟ تعلم بالغيب انت، انا ما بعرف. صعبه. عندي اري الاولى
بقول له احجز الري اولى وبقدر اليوزر يعبيها من خلال الكيبورد، فبيعبي هو زي ما بده ارقام فرديه وزوجيه. بعد ما خلص التعبايه هاي قلت لك مطلوب منك انشئ الري ثانيه تاخذ كل الارقام الزوجيه من الري الاولى وين تحطهم الري الثانيه. طب الثاني تمام. اه بتقدر من بدايه البرنامج تحدد لي قديش حجم الري الثانيه؟ لا ما بتقدر. طب كيف بدك تسوي؟ والله يا شباب عن طريق الاف عن طريق الاف والقابل القسمي دكتور عادي بامكاني اعملها. يس بس لا بقول لك تعمل لي الري ثانيه، انا ما بقول لك تطرحها مباشره بال ARR دوت لينك استخدم يعني زلمه طلع معي ثواني والله اللي فاتح مايكو اللي خرفش مايكو يسال انه هلكنا طلع والله معي. ها بسيطه بسيطه هلا هاي الري هاي هدول القيم انا لسه مش مدخلات لسه بدي ادخلهم لقدام. تقدر انت من بدايه البرنامج يعني اول ما ابلش مش دائما تعرف الاريز تبعتي يعني هاي هون عندي الاري الاولى وهي هون ها طلع بالله معي هاي الاري الاولى. الاري الاولى بقول لك دخل خمس ارقام فانت عارف انه انا كم رقم بدي ادخل؟ خمسه فعلى اكيد بدي خمسه. طب هلا هون بدي اقول لك بعد ما تدخل الخمسه طلع لي كم رقم زوجي منهم وراح تيجي تقول لي هون مثلا ايفن ايفن بدي اسمي الاري ايفن اختصار كلمه ايفن اي ار ار. طيب انا لسه ما قرات الارقام، في حدا منكم بيقدر يقول لي تساوي نيو انت لانه هذلك انتجر فهذول راح اسحبهم راح يكونوا انتجر. طب قديش السايز تبعها؟ في حدا بيقدر يقول لي قديش؟ مش معروف. اه مش معروف راح يعرف لاحقا. طبعا كيف بدي اعرفه؟ بدي بعد ما اعبي الاري الاولى بدي اعمل كود يشيك كم رقم زوجي عندي اللي هو باقي القسم تبعتين تساوي صفر بيطلع معي عدد الارقام الزوجيه. بس يطلع عدد الارقام الزوجيه يعني على مثالنا هذا كم عدد الارقام الزوجيه اللي هم ال 106 فبيطلع عندي كم رقم زوجي؟ اثنين. فانا كبدايه طلعوا يعني كيف كلوجيك كبدايه راح اكون حاجز الاري تبعت الايفن بس لسه ما اعطيتها حجم. لنفرض انه هذا كود اللي هو بيقرا وبحسب كم عدد كم رقم زوجي عندي فاوريد بكون طلع عندي السايز يكون عندي طلع السايز قديش حجمه؟ اثنين. شو باجي بحكي له هون؟ بقول له ايفن ايفن سوري ايفن اي ار ار تساوي نيو انت هلا اوريدي السايز ضمنيا كان محسوب عندي مثلا في فاريبل ضمن السايز او الايفن كاونت على سبيل المثال. طبعا هو اعترض لانه انا مش معرف له سايز. فانت الاري عندك خيارين لما تيجي تحجزها، اذا حجمها معروف يعني عارف من بدايه البرنامج بدك تقرا خمس قيم مباشره شو بتعطي الحجم تبعها؟ خمسه. اذا الاري لسه حجمها راح يجيك لاحقا يعني لحد هاللحظه ما بتعرف كل رن شكل حسب شو بدخل اليوزر، بتعرف ريفرنس فاريبل للاري وبعد ما تعمل الاحصائيه اللي بدك اياها بتشوف كم عدد رقم زوجي بتيجي بتقول له والله الايفن اري هاي اللي حجزتها هل قد بيكون حجمها. فهمتوا علي كيف؟ انه كيف انا ممكن احجز الاري؟ ممكن احجزها مباشره الى حجم او ممكن اجزء التعريفيه تبعتها على سطرين، لو هين حاطط لكم اياها هون، لما تيجي بدايه الشرح تبعها، لما تيجي تعرف الاري عندك طريقتين، يا بهذا الشكل اذا الحجم معروف مباشره او اذا الحجم مش معروف بتعرف الريفرنس فاريبل وبعدين شو بتسوي؟ عشان اعرف قديش الحجم عندك بتيجي بتحكي له حجم الاري. تمام؟ طيب، كمان ملاحظه بسيطه اللي هي اخر نقطه بدي اشرحها اليوم. بالجافا فيها فلكسبيليتي في كتابة الكود غير عن اللغات الثانية. طلع بالله معي منيح هون، هيدا اكتبه هون عشان ابعد عن هذا. لو جيت قلت للجهاز انت اي براكت بعدين فاصلة اي فاصلة سي بعدين قلت له هون مثلا انت براكتس في البداية اكس فاصلة واي فاصلة زد، شو الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ الجملة الأولى يا شباب لضيق الوقت عشان ضيق الوقت الجملة الأولى يا شباب معناته عندي ثلاث عناوين في الذاكرة. A فقط هي array بينما ال B وال C variables عادية، يعني ال B وال C بيحملوا كم قيمة كل واحد منهم؟ قيمة واحدة، بينما ال A راح تكون array وبعطيه حجمها بعدين. بالصيغة الثانية اللي تحت لما تحط ال brackets قبل الاسم ال array معناته الثلاثة مع بعض الثلاثة اللي هم ال X وال Y وال Z الثلاثة ايش نوعهم؟ arrays. هاي فلكسبيليتي في الجافا، تنتين صح بعد وقبل، يعني لما تحط البراكتس بعد الفاريبل او قبل الفاريبل صح، بس ايمتى بيختلف المعنى؟ اذا كان معاه فاريبلز ثانيه، يعني هون A وبعدين براكتس فبفهم الكمبيوتر بس الـ A هي الاري بينما البي والسي شو مالهم؟ فاريبلز عاديين،
هون شو بفهم الكمبيوتر؟ كل اللي بعد اللي براكتس ايش راح يكون نوعهم؟ الريز، وضمنياً انت بتعطيه الحجم بعدين. وصلت الفكرة؟ ان شاء الله انها تكون وصلت. واضح دكتور. ان شاء الله. هلا هاي لحد هون راح اكتفي يعني عشان الوقت، انا يعني زدتها شوي بس على اساس لانه الاسبوع الماضي ما اخذناش يعني، فبدي احاول امشيكم مع الشعب الثاني. فلحد هون هاي راح اوقف ستوب شير، وخلينا اوقف التسجيل.